محمد داود في الدقيقة 16، وهنا التقدم كان، ووضع الكرة بهذه الطريقة بذكاء كبير، ذكاء كبير، وبالتالي يضع الكرة على القائم البعيد، وحارس المرمى حاول مع الكرة على رحيم ولكنها الى داخل الشباك، واول اهداف المباراة، اول اهداف المباراة محمد داود انهى المباراة وقدم لفريق النفط 3 نقاط، وقدم لفريق النفط 3 اهداف، وزاد من عدد النقاط وزيادة عدد الاهداف باسم هذا اللاعب من خلال هذا اللقاء امام الديوانية وفي ملعبه وامام جماهيره. خلص المباراة ب3 اهداف، من الان نقولها مبروك للنفط، هاردك للديوانية، مبروك لمحمد داود ورفاقه، مبروك لحسن احمد وفريق النفط، وهاردك للاعبي فريق الديوانية.